Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Voilà, monsieur, il y en a un qui a volé le bourrico pour moi. Ah. Il a volé hier. Bon, eh ben attends, je vais appeler l'agent. Dis donc, Chabanne, occupe-toi un peu de cet individu, viens voir un peu ce qu'il veut, je ne comprends pas, moi. Alors, regarde, il y a Hamadik, خلاوني مكاني وخلاوني في تحتها. ايه تكلم اصبك اصلك. الدولي الحمار بالبردعة والشواري وخد لي كم نسمة اقعد غريب يا سيدي. ولقد شي صار؟ البارحة يا سيدي هل اصلت اصبح. صبحت مسوق اي شيت نعوق الله يا سيدي لك حكمة في يدك ما تلحكمهم لي يرحم والديك. دوختك انت هادي تبكي ولا دي تسكي ولا دي تعمل ليلة القبور هنايا. يا خويا واش نواسيك اهردوني وبعيه وراجل غريب وما عندي شكور ربيت عليه الكبده وكل شيء. يا اسمك؟ لاش؟ ايه قول يا اسمك باش نشوف. واللي عاود لي نعطيك اسمي انا ما نعطيكش اسم الحمار اللي تحوس عليه. واقيلا الحمار ديالك هو اللي راهو كيحوس عليك انتايا. ما عليه يا سيدي اسمه كلبوش وزاد واقيلا زاد 10 سنين قبل الديره. يا اخي عزيزي يا اخي اسمه اعطيني وصايفه كاش كبير صغير. ايه لا صغير هكذا مربوع قد وعينيه كبيبرين وفهمته ما خلقتش وديناته كي ودنين الناس كاملين. يا اخي هم هذا المخلوق هذا ويقصر اش من جهه؟ رحت نخبطها وخليته عند الباب. ايه جيت ما صبغ يحبوا في سراه يا سيدي الله الله يرحم والديك. تذهب عليا دروقتك ولا نبعث يماك دروقتك نصبحك في الحبس. داش عليا يا سيدي وخدت الحمار وجيت توخذني في عمري. ذنوب عليك انا موراي وليدات يرحم والديك. قلت لك تذهب ولا تقدر وقتك لداخل الحبس. ها يا خويا الله الله يرحم والديك كربوش ديالي كربوش ديالي مولعينين الزلقين الله الله يزيدكم يرحم والديك. كيس كيما سيدي يا فول يا رسول يا مسي يرحم والديك الله الله حماري يرحم بابك. كاش هذا هذو يعني انتوما حكم انا ما حسيت نعقل حتى واحد انتوما حكم انتوما تخلقوا لي من السما ولا من الماء. سمعت ولا ما سمعت شيء؟ قال موسى فول لو دون فول لو دون ايميدياتمون. علي هيا لا معايا. اه يا سيدي يرحم والديك ما تديونيش الله الله يرحم والديكم يا سيدي كامل وزيد الحبس يرحم بابك يا خويا. اه يا سيدي الكوميسار يرحم والديك. روح انا سامحنا لك وانا اللي زيد تشكي اتميز حالتك اش نواسيولك. يا اخي هم يا اخي معاد الناس هذوما ابقى على خير يرحم والديك الى شطوه ما تلاه بعتهولي. اسمعت يا سيدي يرحم بابك. روح روح يا مخبوط روح روح اوديك ان شاء الله يجيبوا لك حتى البوز الريعه نزيدو نجيبوا لك حتى لمكانك نبعثوا لك في مع البوسطه يرحم والديك. نبعثوا لي مع البوسطه ولا مع الشامبيت بقاو على خير.